وبين يدي هذه الأسئلة كلمة وفي خاتمتها كلمة. فأما الكلمة التي بين يدي هذه الأسئلة فإن عدة من السائلين يسألون عن كيفية طلب العلم وما ينصح به ملتمس العلم في أخذه، والجامع لذلك أن يقال إن أخذ العلم يكون بحفظ المتون المعتمدة فيه مع تلقيها عن أهله، وقد أشار إلى ذلك الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فمن أراد العلم فإنه يحتاج إلى أمرين: أحدهما الحفظ، ومحله حفظ المتون المعتمدة في العلوم، والآخر الفهم، ومحله التلقي عمن عرف بالعلم مع النصح، كما قال: عن مفيد الناصح، يعني عن متأهل في العلم عارف بما ينفع المتلقين. ويجتهد المرء في أخذه عنهم سواء كانوا في بلده أم في غير بلده، فمن لم يجد أحدا في بلده يرحل إلى غير بلده ويغتنم الإجازات ونحوها للقراءة عليهم. وما كان من زمنه في بلده يستفيد من ما يصله من الأشرطة والتسجيل ونحو ذلك، وهي فرع وليست أصل، فهي بمنزلة الميتة التي تكون عند الضرورة، فلا تجعل أصلا بأن يتلقى عن الأشرطة أو عن الأنترنت ونحوها، لأن العلم ليس هو المسائل، فالعلم حال كاملة تحتف بالمتعلم والمعلم، من جملتها المسائل. والذي يأخذ عن الجامد من أشرطة أو جهاز حاسوب أو غيره يغفل عن التأدب في العلم وعن كيفية الحال فيه من معلم أو متعلم أو كتاب وما يصلح للناس من الخطاب في الفتية أو غيرها، فلا ينتفع بهذه الأمور لغيابها عنه حال الأخذ عن ما هو غائب من شريط أو جهاز حاسوب أو غيرهما. والمأخوذ من العلوم لا بد فيه من حفظ وفهم، فمن ظن أنه يأخذ العلم بلا حفظ فلا يتعنى، والمقدم من الحفظ هو المتون المستعملة عند أهل العلم التي درجوا عليها، ومن جملتها بعض المتون الموجودة في هذا البرنامج كثلاثة الأصول وفضل الإسلام والأربعين النووية وكتاب التوحيد. ولدينا برنامج للحفظ توجد منه قطعة منشورة في مواقع في الإنترنت اسمه برنامج المحفوظات الصغير، وفيه الحد الأقل مما ينبغي أن يحفظه طالب العلم، ووراءه برنامج متكامل في أنواع المحفوظات من القرآن والسنة والمتون العلمية وغيرها، لكن هذا أقل ما ينبغي أن يحفظه ملتمس العلم. هذه هي الكلمة التي بين يدي الجواب على الأسئلة. وأما الأسئلة المجاب عليها المجاب عنها فابتداء القول فيها: أنني أشكر لمن أبدى محبته لي في الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. ثم إنه وقع الانتقاء من الأسئلة بحسب قربها من الدرس، فإن الأسئلة التي تلقى عادة على درجات، فمنها ما يكون شديد القرب من الدرس بأن يتعلق بالمقول فيه، وتارة يكون قريبا منه لكنه أقل قربا من سابقه بأن يتعلق بالموضوعات المذكورة في الدرس، وتارة يكون أجنبيا عنه، والوقت لا يسع للإجابة عن كل ذلك، فيلتقط منها الأنفع بحسب ما غلب على ظن المنتقي.
فمن تلك الأسئلة هذا السائل يقول: ما هو الصحيح في اسم الأصول الثلاثة؟ هل هي ثلاثة الأصول وأدلتها أو الأصول الثلاثة؟ هذان الاسمان هما اسمان لكتابين للمصنف، أحدهما ثلاثة الأصول وأدلتها وهو الكتاب الذي بأيديكم في هذا المجموع، والآخر كتاب ثان اسمه الأصول الثلاثة مختصر من هذا الكتاب وهو موجود في ضمن مجموعة التوحيد. فثلاثة الأصول وأدلتها اسم لكتاب، والأصول الثلاثة اسم لكتاب آخر، والذي بأيديكم هو ثلاثة الأصول وأدلتها، ولا يسمى الأصول الثلاثة لأن الأصول الثلاثة كتاب آخر سوى هذا الكتاب. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: أشكل علي تلفيق الروايتين في الحديث الأول، يعني في الأربعين النووية، وما وجه ذلك عند المحدثين؟ المقصود بتلفيق الروايتين أن يكون السياق المذكور مجموعا من روايتين منفصلتين عند البخاري وحده، أو إحداهما عند البخاري والأخرى عند مسلم. ويكون وجه إراده على هذه الصفة للنووي أنه ربما نقل من كتاب آخر ساق فيه مصنفه اللفظ كاملا، وعزي للصحيحين باعتبار وجود أصله فيهما، وهذا يقع كثيرا في التأليف التي يصنفها الشافعية، فإنهم ينقلون غالبا من سنن البيهقي، فتكون الألفاظ من سنن البيهقي ويعزى الحديث إلى الأعلى منه، فمثلا يأخذون حديثا هو في الصحيحين بلفظ البيهقي ثم يقولون متفق عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، لأن أصل الحديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهم، ومثل هذا سائغ كما قد تقدم أن وجود الأصل يسوغ العزو. قال العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. والأكمل الالتزام بألفاظ الكتاب المعزو إليه، هذا هو الأكمل. فإذا أراد امرئ أن يأتي بحديث يعزوه إلى كتاب فليأتي به على وجهه، فمثلا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال: قل آمنت بالله فاستقم. هذا لفظ مسلم، فإذا قال رواه مسلم كان صائبا، لكن إذا أورده بثم ثم قال رواه مسلم فإنه لا يوجد فيه في هذا اللفظ بالنسخ التي بأيدينا، ونحن مطالبون بما انتهى إلينا من كتب رواية الحديث. يقول هذا السائل: هل ذكرنا في تعريف الكرامة لا تقترن بدعوى النبوة له أثر في التعريف، أم هو تحصيل حاصل؟ لأن صاحب الكرامة يستحيل ادعاؤه لدعوى النبوة، لأنه لو ادعاها لو كان كاذبا. وجوابه من جهتين: الجهة الأولى أن قوله ذكرنا إضافة للعلم الذي ذكره إليه، وهو لم يذكره وإنما ذكر له، فليس من الأدب أن يذكر ما علمه من العلم أنه له، بل ينسبه إلى المتكلم به، حتى إذا كانت عليه تبعة كانت التبعة على المتكلم به لا على المتلقي له. فلو قدر أن المتكلم سهى فتكلم بكلام على غير الصواب ثم عزاه السائل على إلى نفسه، فإنه نسب الخطأ إلى نفسه، فينبغي أن يقول ما ذكرتم في تعريف الكرامة ونحو ذلك من العبارات المؤدية هذا المعنى. والآخر أن قولنا مقترنة غير مقترنة بدعوى النبوة ليست تحصيل حاصل، لأنها قد تكون مقترنة بها في حال النبي، فإن الدلائل التي جعلت للنبوة هي آيات عظيمة، هي آيات عظيمة، لكنها تجري مقترنة بدعوى النبوة، وأما الكرامة فتجري مقترنة بغير دعوى النبوة،
فليس على كل حال أن يكون كاذبا، لأنه قد يكون مقتدرا بدعوى النبوة ويكون فيها صادقا بأن يكون نبيا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. يقول هذا السائل: لو تعيدون تكرما الفرق بين قول وعمل القلب واللسان والجوارح، والأصل أن ما قيل من العلم في الدرس لا يعاد، فإنه يطلب من الممكن إعادته، وكان يسمع الشريط المسجل أو يسأل أقرانه في الدرس، فإن من منافع الأقران مراجعة ما سمعوا من العلم اشتراكا بينهم، وإلا فما فائدة الزمالة في العلم إن غفل بعضهم عن تنبيه بعض فيما ينفعهم من العلوم. فمثل هذا ينبغي في حق السائل أن يراجع سماع الشريط، فإن لم يمكنه مراجعته فإنه يسأل الحاضرين معه. ومن أسباب ضعف الصلة بين المتعلمين هو عدم انتفاع بعضهم ببعض، فتجد جماعة يحضرون عند رجل واحد يبقون المدة الطويلة لا يعرف أحدهم وجهه، لا يعرف أحدهم الآخر إلا بوجهه، فلم يقدر في باله أنه سأله عن اسمه ولا أنه سأله مرة عن شيء شك فيه، فتجده يشك في شيء ثم لا يراجع قرينه الذي حضر معه هل قال كذا أم قال كذا، وهذا غفلة عن منفعة الزمالة في العلم. ومما أضعف العلم في الناس عدم سيرهم على سنن السلف في تلقي العلم، والسلف في البخاري وفي غيره يقول أحدهم إذا شك فسألت فلانا عنه فقال كذا وكذا، يعني نعت له ما غاب عنه من علم شيخه الذي أخذ عنه. يقول: كيف الفرق بين الاسم والصفة يعني الإلهيين؟ والفرق بينهما أن الاسم يدل على الذات وعلى كمال متعلق بها، فهو يدل على شيئين، أحدهما الذات الإلهية والآخر كمال تعلق بذلك بتلك الذات. وأما الصفة فإنها تدل على كمال متعلق بالله عز وجل فقط، فمثلا إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم كان الله والرحمن والرحيم أسماء لله، لأنها تدل على ذات الله وتدل على كمال تعلق بذاته من الألوهية والرحمة. وإذا قلنا الرحمة قيل هذه صفة لأنها تدل على كمال، وذلك الكمال يضاف إلى ذات الله سبحانه وتعالى، كقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا يقول: من مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ذكر المسألة 20 ولم يتضح لي علاقة حديث ذات أنوار بمسائل القبر 3، وبيان ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقصد أنها تؤخذ من الحديث مباشرة، لكن يوجد فيها معناها. قال: أما من ربك فواضح، يعني لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا يعبدونه، فهم يعرفون الرب، وإنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يريدون أن يتقربوا بها إلى الرب فهم يعرفونه. وأما من نبيك فمن أنباء الغيب، يعني من إخباره صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى عن بني إسرائيل، والخبر عن الغيب لا يكون إلا بوحي، والوحي في الناس وهو وحي البعث لا يكون إلا بنبوة ورسالة. وأما معرفة دين الإسلام فمن قولهم اجعل لنا إلها، لأنهم عرفوا أنه لا يمكن لهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى إلا بكيفية يضعها الله سبحانه وتعالى لهم يبلغها الرسول، فسألوا الرسول عن تلك الكيفية، وتلك الكيفية هي الدين. يقول: ذكرتم في رنة الشيطان أن أحد معنييه الصوت مطلقا، وذكرتم سابقا أنه الصيحة الشديدة، فالفرق بينهما؟ نحن ذكرنا الصوت مطلقا والصيحة الحزينة، أن رنة الشيطان الصوت مطلقا والصيحة الحزينة، فالصوت يعني صوت الشيطان بإغراء الناس بالشر
بأن يحمل عليهم بخيله ورجله ويغريهم بالشر. وأما الصيحة الحزينة فهو أن الشيطان لما رأى تقديم آدم عليه حزن فصاح فتوعد الناس بأنه يقعد لهم لما أصابه من الحزن. ورنة الشيطان رويت فيها أحاديث لا يثبت منها شيء، لكن فيها آثار عن جماعة من السلف. يقول هذا السائل: في الحديث الذي راويه أنس عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على إيش؟ على إيش؟ كنا رزقه الصبر على العقوبة، رزقه الصبر على العقوبة. فهو الأخ يقول: سمعنا ورزقه الصبر على ذنوبه، لا الذي قلناه وإن كنت سهوت الله أعلم، لكن لأعرفه من نفسي أنه يعني عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوب على العقوبة التي أصابته لا على الذنوب التي وقعت منه. يقول: فاتني بعض السماع في مقدمة الأربعين ثلاثة أحاديث، وكذلك من فاته السماع صفحة واحدة فقط من واحد من الكتب، هل يكتب طبقة السماع بعض أو جميع؟ لا، جميع معناه إيش؟ كاملا، وهذا عليه فوت. فإذا كان يعني عليه فوت يسير يمكنها أن يكتب سمع علي بفوت يسير كذا وكذا، أما إذا كان الفوت كثير ما يكتب بفوت كثير، يكتب بعض ثم يعرف تقدير هذا الفوت ليستدركه فيما يستقبل. استدراكه يكون إما بقراءته في حال الساعة من الوقت عند الدخول والخروج، وإما أن يقرأه في مقام آخر، إما يأتينا في الرياض أو في برنامج من البرامج التي تقام يحضره فيستدرك الفوت الذي فات. فلو قدر أنه عقد درس لكتاب التوحيد وعلى أحدكم فوت 16 بابا، فجاء إلى ذلك الدرس وحضر 16 بابا، فإنه يتم له سماع الكتاب ملفقا بين رحلتين، فرحلة مرة إلى 5 مجالس سمع مثلا التوحيد إلى هذه الأبواب، وفي رحلة مثلا إلى المدينة النبوية يعني أقرب برنامج فيه كتاب التوحيد هو في المدينة النبوية إن شاء الله تعالى، فيسمع الباقي فيحصل له كمال السماع. يقول: من عقد عزمه إن شاء الله على سماع تسجيل الشرح كاملا لسماع ما فاته من صفحات، هل يصح أن يكتب في طبقة السماع؟ يسمع ما فاته حتى يستفيد العلم، وأما السماع لا، ما يحصل بالأجهزة هذه. يقول: الفرقة الناجية الباقية في آخر الزمان التي جاءت في الأحاديث والآثار، هل هي فرقة مجاهدة مقاتلة للعدو أم هي فرقة العلماء وطلبة العلم؟ هي الباقية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، والمذكوران من الدين ولا ينحصران فيه، فالعلم والجهاد هو من صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن صفتهم الجامعة أنهم يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. يقول: ما معنى قول حذيفة رضي الله عنه: فإن الأول لم يدع للآخر ما قال، هل تعارض قول العلماء كم ترك متقدم لمتأخر؟ لا، لا تعارض بينهما لاختلاف متعلقهما. فقول حذيفة فإن الأول لم يدع للآخر مقالا يعني فيما تقرر من أصول الدين ومقاصده في العبادات وغيرها، فهذه ليس فيها شيء جديد يأتي به الإنسان. وأما قول جماعة من العلماء كم ترك متقدم لمتأخر يعني وجوه الاستنباط التي ترجع إلى أصول الشرع المقررة فيه، لأنه يبتدئ بشيء لم يكن عند من قبله. يقول: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، هل هذا حجة لمن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لأنه لم يرد هذا، فهو بقوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب يندرج فيه السنة، لأن الأمر باتباع السنة جاء في آيات كثيرة. والشافعي رحمه الله لما سئل عن ذكر السنة في القرآن قال في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آية واحدة، جعل السنة كلها في آية واحدة، فهو يندرج فيها. يقول: ذكرتم أن الضمير في قول المصنف وألا يعبد الله إلا بما شرع أنه يعود إلى الله، يعني فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله،
سؤالي ما هو موجب ذكر هذه الجملة ضمن معنى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يذكرها في معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وجه ذكرها بيان أن المبلغ عن الله في هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يشرع والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ، فوظيفة الرسول هو البلاغ. ولذلك قال الزهري من الله الوحي ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وفي لفظ الرسالة، يعني أنه يبلغ رسالة الله التي أرسلها إلينا. ولذلك ذكره المصنف في معنى شهادة أن لا إله إلا الله للإعلام بانحصار تبليغ الدين عن الله عز وجل بطريق الوحي فيه صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم: تقدم تعريف النبي أنه حر، ونبي الله يوسف باعوه بثمن بخس، فكيف يكون ذلك؟ ما الجواب؟ أحسن. أن الملحوظ في هذا المعنى هو أصله، فما وقع ليوسف حال عارضة، فهو باق على أصل حريته، وإن باعه من باعه عبدا مملوكا. يقول: تذكر في بعض الأحاديث أنه أخرجه ابن ماجه وأبو داود وعند مسلم تقول رواه، فما الفرق بين أخرجه ورواه؟ هما بمعنى واحد عند ذكرهما بعد كتاب قبل كتاب حديث، فإذا قلنا أخرجه مسلم فهو بمعنى رواه مسلم، وقد يفترقان فيستعمل أحدهما في مقام دون مقام. فمثلا إذا أردت أن تذكر تعيين راوي الحديث من الصحابة فأنت تقول رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أخرجه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مقام عزو الحديث فرواه مثل أخرجه. يقول: ذكرتم أن المقيم بين الكفار يشترط لجواز إقامته أن يعلن عيب دين المشركين وسب آلهتهم، فكيف يكون ذلك في هذا الزمان؟ هل يخطو في مجامعهم وطرقاتهم؟ كيف يحصل ذلك؟ وما ما أخذوا من قال باشتراط ذلك من المحققين من العلماء؟ ما أخذوا ذلك أنه من جملة الكفر بالطاغوت التي لا يثبت للعبد الإسلام إلا بها، فإن التوحيد يتضمن نفيا وإثباتا، فمن جملة النفي إبطال الآلهة غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون العبد مسلما موحدا حتى يعتقد بطلان الآلهة المعبودة سوى الله سبحانه وتعالى. فعيب دين المشركين يدخل في إقامة شعائر الدين وإظهارها، لأن الدين لا يكون إلا بها. وأما كيفية ذلك فالمذكور من جملته بأن يكون الإنسان مصرحا معلنا بذلك، فلا يقرهم على صحة دينهم، ويعرفون عنه أنه يرى أن دينهم باطل وأن دينه صحيح، سواء خطب كان خطيب للمسجد أو لم يكن خطيبا للمسجد، فالمقصود أنه يعرف عنه ذلك بأي طريق أدى إليه. يقول: ذكرتم أن الأكمل قول أستغفر الله وأتوب إليه، فما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، يتأول قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا هو الأكمل. يقول: ذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك، متى يكون هذا؟ يكون قبل السلام في أصح قولي أهل العلم، لا بعد السلام، فهو من الدعاء الذي يكون قبل السلام. قال: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، أكان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي ما كما فعل من صور صور الصالحين ثم عبدوهم من دون الله أم ماذا؟ الحديث يتناول هذا وغيره، فكل صورة مرفوعة ينبغي طمسها، يجب طمسها، سواء عبدت من دون الله أم لم تعبد من دون الله. فعلي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صورة أن يطمسها، والتقييد بشيء يحتاج إلى دليل. يقول: ذكرت أن كيد الشيطان شديد، والله ذكر أن كيده ضعيف، أرجو الإيضاح. وإيضاحه أن كيد الشيطان ضعيف باعتبار دفعه ونقضه، وشديد باعتبار مكره وعقده. أن كيد الشيطان ضعيف باعتبار دفعه ونقضه، وشديد
باعتبار مكره وعقده، فالشيطان ينوع الحبائل التي يصد بها الناس، ولذلك قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين لهم بين يديهم إلى تمام الآية، فتوعدهم بأن ينصب حبائل متنوعة لهم، فوصفه بالشدة بهذا الاعتبار، وصفه بالضعف باعتبار دفعه، لأن الإنسان إذا استعاد بالله أعاده الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث عند النسأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عثر به الحمار فقال الرجل تعس الشيطان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله، قال لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون كالبنيان، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون كالذباب، فهو من جهة دفعه من جفع كيده سهل. يقول نفع الله بك، مسألة الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية جائز بخلاف الكونية؟ سؤالي ثبت في البخاري قال ابن مسعود من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ولم يقل ورسوله، على الرغم أنها مسألة شرعية. وعن عمر بن الخطاب أيضا في البخاري أيود أحدكم أن تكون الآية، قال الصحابة لعمر الله أعلم، وهذا بمحضر منهم ولم ينكره، لم ينكره أيضا أن الله ورسوله أعلم جاءت عن السلف، هذه أنت جبت بعض الآثار، في آثار أيضا أنها قيلت بحضرة جماعة من فقهاء السلف كعطاء وغيره، فهذا الأكمل، فالأكمل أن يقول الله أعلم ويقتصر عليه، لكن إذا قال في الشرع الله ورسوله أعلم كان ذلك جائزا. يقول هل يجوز قول الله ثم فلان؟ نعم يجوز، كما صح ذلك عن إبراهيم النخعي قال ويقول الرجل لولا الله فلان ولولا الله ثم فلان. يقول ذكرت في باب ترجمة باب الإقسام على الله أن المقصود قول العبد أقسم عليك يا الله كذا وكذا، وحديث الترجمة في الحلف بالله فيما لا حق للعبد فيه، ولم تذكر ذلك. بلى ذكرناه أخيرا بأن بينا أن الإقسام على الله يكون نوعان، وأن أحدهما هو الذي قصده المصنف إذا كان إقساما على الله بالعجب بالنفس والتكبر على الخلق، فأصل الإقسام على الله هو أن يحلف العبد عليه فيقول أقسمت عليك يا الله ويذكر شيئا، لكن المنهي منه هو أحد النوعين المذكورين حينئذ في ذلك المقام. يقول تعليق القلادة لا بنية شركية وهو التقليد الشرعي ألا يكون فيه مشابهة لأعمال المشركين؟ الجواب لا، لأنه لا يختص بهم، فإن التقليد كان في العرب قبل الإسلام، وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، فنهى عن جنس معين لأن العرب تفعله لإرادة دفع العين، وأما التقليد عامة فالعرب تفعله للزينة أو لتمييز الدابة عن غيرها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه قلده، يعني جعل فيه القلائد. يقول ما حكم صاحب الشرك الأصغر إن مات ولم يتم منه؟ إن مات صاحب الشرك الأصغر ولم يتم منه فإن شركه لا يغفر أبدا ويجعل في كفة سيئاته، فإن رجحت به حسناته دخل الجنة، وإن رجحت به سيئاته دخل النار، فعذب ثم خرج منها إلى الجنة. ولزوم عدم المغفرة لا يقارنه لزوم عدم الخروج من النار، فعدم المغفرة أن يبقى ذنبا لا يرفع عن العبد ويجعل في كفة السيئات، لكن عدم المغفرة عدم الدخول من النار هذا لأهل الشرك الأكبر فقط. يقول هذا السائل ذكر ابن عباس فإن كنت فاعلا، هل يقول يكون ابن عباس فسر التصوير بهذا المعنى فيكون معنى التصوير هو ما ذهب إليه ابن عباس؟ لا أعرف ماذا يقصد بهذا السؤال، لكن ابن عباس لما سئل عن تصوير ذوات الأرواح وغير ذلك قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الأشجار وما لا روح فيه، فهذا هو الذي فسره به ابن عباس. يقول ما معنى حبر من الأحبار؟ يعني عالم من العلماء، فالحبر في لسان اليهود هو العالم. يقول هل الانتساب إلى منهج السلف من الخروج عن دعوة الإسلام؟ لا، ليس من الخروج عن دعوة الإسلام، لأن السلف هم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتسب الإنسان إلى السلف لم يكن ذلك خروجا عن دعوة الإسلام، فالخروج عن دعوة الإسلام الانتساب إلى غير الأسماء الشرعية
أما الأسماء الشرعية فالانتساب لها من جملة الانتساب إلى دعوة الإسلام. والأسماء الشرعية لأهل الإسلام نوعان، والأسماء الشرعية لأهل الإسلام نوعان، أحدهما الأسماء الأصلية وهي الواردة في الكتاب والسنة، مثل المؤمنين والمسلمين والمحسنين وعباد الله، والآخر الأسماء التابعة وهي الواقعة على وجه المقابلة لأهل البدع والضلال، التابعة وهي الواقعة على وجه المقابلة لأهل البدع والضلال. فمثلا أهل السنة ليس في الكتاب ولا في السنة تسميتهم أهل السنة، لكن سموا بأهل السنة في مقابلة أهل البدعة. ومثلا اسم أهل الحديث وقع تسميتهم بأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وهكذا قل في الأسماء التي تدعو إليها المقابلة. وكذا تسميتهم بالسلفيين فإنه في مقابل الخلفيين، فإنه لما ظهرت دعوة الاعتداد بما عليه الخلف وقيل ومذهب الخلف أسلم وأحكم، أظهرت المقابلة لهم بالانتساب إلى طريقة السلف، فليس ذلك خارجا عن دعوة الإسلام. الله يجزاك خير. طيب حتى نعلن عنها لاحقا. يقول هذا الأخ: نسبة الدهر لله في قولها أنا الدهر لماذا لا يكون اسما؟ لأن الأسماء الإلهية تختص بكونها حسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. والدهر ظرف قد يكون حسنا وقد يكون غير حسن، قال الله تعالى: في أيام نحسات، وقال: في يوم نحس مستمر، فوصفها بما يسوء، فلا يكون اسما لله سبحانه وتعالى، وإنما معناه يقلب الليل والنهار. يقول: هل الدنيا هي الدهر أو الزمن الذي نعيشه؟ وإذا كان كذلك فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الحديث، وحديث: لا تسبوا الدهر؟ الجمع بينهما أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، يعني أعراضها وأغراضها التي هي لذاتها وزخرفها وبهرجها، فهذا هو الذي وقع عليه اللعن. أما الزمن فلم يرد، والدنيا تطلق تارة ويراد بها الزمن وهو الدهر، وتطلق تارة ويراد بها الأغراض التي فيها مثل المال والزوجة والأولاد. ولو صح الحديث فهذا هو المراد، والحديث ضعيف لا يثبت، حسنه بعض أهل العلم والله أعلم. يقول: حكم العطف بين العبد وربه بالواو ثم تبين وبقي الفاء، الفاء مثل ثم لأنها تدل على تراخي رتبة المخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى. يقول: كيف نجمع بين قولك الأكمل ترك المشيئة وبين الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، سورة الكهف؟ الجواب: وين قلت الأكمل ترك المشيئة؟ هل قلت الأكمل ترك المشيئة؟ ها أنتم حاضرين والغايبين، ماذا قلنا؟ قلنا الأكمل الاقتصار على نسبة المشيئة إلى الله، فيقول: ما شاء الله وحده. وإذا قال: ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان، كان ذلك جائزا. فالإنسان قبل ما يكتب مثل هذا السؤال يرجع إلى زملائه ويتأكد، أما يأتي بمثل هذا، هذا ينشي في نفوس المعلمين أشياء قد تضر الطلبة. بعض المعلمين قد يترك التعليم لذلك، يغلب على قلبه الضعف فيترك احترازا وحفظا لنفسه. وبعض المعلمين يسيء الظن بالطلبة، وبعض المعلمين يعاملهم بالجفوة إذا رأى منهم مثل هذه الأشياء. فالطالب إذا وقع في ذهن الشيء من هذه يراجع من شاركه في العلم، أما أن يبتدئ يعني مقالا من عنده فهذا لا ينبغي. مرة كنت أذكر يعني تفسير الأسماء المزدوجة المتقابلة، وأن ابن القيم يقول: الأسماء المزدوجة المتقابلة بمنزلة الاسم الواحد، مثل ما تقدم عندنا القابض والباسط، فلا يفصلان عن بعضهما. قال: كما لا تفصل حروف الاسم الواحد، يعني الاسم الإلهي مثل الرحمن الرحيم الله لا تفصل، بل يكون الاسم هو مجموع هذه الحروف. فأنا في شرحي قلت: فلا يقال الألف اسم لله، ولا يقال اللام اسم لله، ولا يقال هو. فأخونا سمع هو، يعني إن هو هذه جت في الكلام على الأسماء الإلهية، فقال إنه يثبت إن هو من أسماء الله. شفت الفهم؟ هو غافل كان وسمع كذا هو، والمسألة في أسماء الله، فهو جزاه الله خير ركب المسألة، قال يقول إنه هو من أسماء الله عز وجل.
وأنا أعذر يعني أعذر الطلاب ما يقع في نفسي، لست من النوعية التي تضعف بحمد الله إذا وقع هذا، ولا بالذي يعامل الطلاب بهذا، لكن الطالب من حق معلمه عليه أن يحتاط فيما ينسبه إليه، فيراجعه فيه إذا تقرر عنده بسؤال زميله، فيسأل زميله أولا هل قال كذا، فإن قال كذا سأله عما أشكل عنه، أما أن ينسب شيئا لم يقل ثم يسأل فهذا شديد، وأشد منه أن يشيعه عنه وهو لم يقل، فهو يسمع ثم يذهب بعد ذلك ويقول أحسن الله إليكم ما حكم من يقول كذا وكذا، هو ما قال لكن هو بفهمه وقع في ذهنه هذا. والمقصود أن الإنسان يحتاط لأن الله يسأله عما يقول في الناس، وأشد ما يكون أن يقوله في من يبذل له خيرا، فالذي يبذل له خير ويعلمه يريد له الخير، ما يريد لا يمدح ولا يجمع ولا حاط عنده في حزب ولا يعد الآخذين عنه ولا يفرح بكثرتهم ولا يبالي بقلتهم أبدا، فهو يريد فقط يسدي إليه خيرا، فمن حقه أن يعامله بالأدب الكامل، فإذا توهم شيئا يسأل أصحابه هل شيخنا قال كذا وكذا، فسيجد أنه لم يقل، مثل أخونا هذا لو سأل واحد ما قلنا نحن أن الأكمل ترك المشيئة أبدا، ولو قدر أني قلته يراجعني فيه ليستثبت هل هذا هو الواقع أم غير هذا. وهذا آخر الإجابة على ما تهيأ من الأسئلة، ولقاؤنا بعد صلاة المغرب في الكتاب الثامن بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.